الصور الأولى من عقد قران مهند الحمدي وفرح. بعد رحلة طويلة من المراجعات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمده تعالى عقد قراني بمن جمعني القدر بها. بهذا التعليق من مهند الحمدي أعلن قرانه على فرح مراد بعد فترة من الخطوبة، وتابع في منشوره الذي شاركه عبر إنستغرام: وشاء ربي أن تكون نصيبا لي وأكون نصيبا لها، اللهم اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا. ثلاث صور شاركها مهند الممثل السعودي لهذه المناسبة: واحدة طغت عليها السعادة بين الثنائي، وواحدة ثانية على شاطئ البحر مع خطيبته اللبنانية، والصورة الثالثة من أجواء عقد القرن. مرة أحسن والله، تبدون كأصدقاء أحسن. أنا ما كنت أؤمن بهالشيء. هي اللي دورت راسك. يعني شنو؟ وش مسوي فيني؟ كانت خذ وقت، أهم شيء الوقت. كانت تشوفني أخ 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 100%. وفي لقاء مع أنس بوخش على يوتيوب، كشف مهند أنه لم يكن مقتنعاً بفكرة الزواج بسبب تركيزه على تحقيق النجاح، لكنه عندما تعرف على فرح وبقي صديقها لفترة طويلة أعلن حبه لها وصفعته كفاً بردها. أعطتني نظرة ما استأنست. ما عيبها، هي مو متعودة. لا مو متعودة أصلاً. قالت لي انك مريض انت؟ ايش قاعد تقول؟ انا حسيت كف، لان خلاص كنت عارف انه راح ينقال كذا، نعرف من التالتي حقها كيف. ما هي انه اوه يلا، لا لا لا، انت برو ايش تبي؟ لا تخرب العلاقة، لا تخرب العلاقة، كذا قالت لي بالضبط. قالت لي don't destroy this life، لا don't destroy this list. سبيتها وقفلت خلاص. انا I just said it and take it or leave it. You know what? Just leave it. Bye. ووجه عدد okay. من المشاهير والنجوم أجمل عبارات التهنئة لمهند وفرح، متمنين لهم دوام السعادة والفرح، ومنهم ناصر الدوسري، سارة مراد، سارة دندراوي وغيرهم.